هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نطير مع حضراتكم لمظهر من مظاهر تنمية الصعيد ومحافظات الصعيد الفترة اللي فاتت، ويمكن شاهدناها على مدار السنين اللي فاتت. زي ما كان بنقول الصعيد منسي، وكتير من اهالينا بيشتكوا من كتير من قلة الخدمات، قلة المرافق، قلة المصانع، قلة الجامعات. ولكن الفترة اللي فاتت، الحقبة الزمنية اللي فاتت، صراحة كان فيها كتير من مظاهر التنمية. هنطير معاكم لمحافظة سوهاج، عشان بكرة في مجموعة من الافتتاحات الهامة جدا بيشملها محافظة سوهاج للتنمية اللي بتحصل في الصعيد، ومن ضمنها مجموعة من المشروعات، سواء زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة مجموعة من المصانع أو محاور مرورية جديدة أو جامعات. خلينا نروح سريعا لصديقنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الخطيب رئيس تحرير الوطن. يا أستاذ أحمد مساء الفل. مساء النور استاذ احمد، اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب وسنه سعيده عليك وعلى اسرتك يا رب ان شاء الله. علينا كلنا وعلى الراديو 90 90 وعلى حضرتك كلنا بمناسبه 10 سنين. الله يبارك. وسنه سعيده على مصر كلها يا رب ان شاء الله. هي سعيده بمجموعه افتتاحاتها تحصل بكره، ويمكن استاذ احمد طبعا كنت متابع معانا. الصعيد كان مهمل لفتره طويله، ولكن مظاهر التنميه بتشمل الصعيد وكل محافظاته، وبكره عندنا مجموعه من الافتتاحات ان شاء الله. شوف الزياره للست الرئيس عبد الفتاح السيسي لسوهاج تاتي في ذكرى يوم 2/1 اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تدشين تمام تدشين مشروع العملاق حياة كريمة. صحيح. كان 2/1 تمام. يبدو لي ان الزيارة تأتي في هذه الذكرى الكبيرة للدولة المصرية، يبدو لي تمام. لانه ربط رائع صراحة. تمام. ده حقيقة، لانه الرئيس اعلن عن اطلاق تدشين مشروع حياة كريمة في 2/1 تمام. 2 يناير. انت الان تتحدث عن او اول السنه، يعني بكره 5 يناير تقريبا. تمام. بكره 5 يناير. صحيح. انه استغلال الذكرى. استغلال الذكرى، ولا سيما ان سوهاج ترمز الى الصعيد، ترمز الى الصعيد، وزي ما حضرتك تفضلت في المقدمه ان الصعيد والصعيد طول الوقت يتحدث عنه انه منسي. تمام. الدوله المصريه فعلا، الانظمه المصريه السابقه فعلا لم تكن تتعامل مع الصعيد كما يجب وما يجب ان يكون من خلال التنميه. الهجرات كبيره جدا. صحيح. من الصعيد هجرات كبيره جدا، ليه؟ لعدم وجود مصانع وفرص عمل وحتى المستويات الخدميه التعليميه والصحيه كلها يعني بعيده كل البعد عما يجب ان يكون. بعيد عنا. تمام. انه احنا دلوقتي احنا بنلاقي انه المشروع القومي للتامين الصحي راح الصعيد. تمام. هو المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل راح أسوان، بدأ وخلاص بدأ من أسوان. صحيح. مرحلة تانية. بالضبط كده، مرحلة تانية. احنا لو خاصة احنا عرفنا ان بورسعيد مثلا في القناة هو راح المشروع راح الصعيد، بيبدأ خلاص بورسعيد. تمام. الرئيس نفسه كمان بيحب الصعيد وتحدث أكثر مرة عن الصعيد. صحيح. وحتى وتحدث عن الشخصية الصعيدية. يعني أكثر من مرة، أنا أتذكر ذات مرة مرة تحدث عن شخصية الصعيد وأثنى عليها ثناء كبير وقال عليها نصا شخصية مختلفة. أتذكرها وحضرتك كنت موجود معانا، ده كان في مؤتمر الشباب في أسوان لو حضرتك تفتكر، وكان في بعض كمان حتى المشكلات هناك ليها علاقة بالصرف والكلام ده كله ما بنسمعهاش دلوقتي، وتحدث فعلا سيادة الرئيس عن حبه للمواطن الصعيد. بالضبط. هو يحب الصعيد ويرى بشكل مختلف. هذه الرؤية يا أستاذ أحمد منعكسة على الواقع في إيه بقى؟ انه المشروعات القومية الكبرى كلها موجودة في الصعيد. صحيح. كلها. صحيح. موجودة في الصعيد، وهو يولي الصعيد اهتمام عميق. انت عندك اكبر مشروع في الشرق الاوسط، الطاقة في الشرق الاوسط موجود في الصعيد. تمام. اكبر مشروع. تمام. اكبر اللي هو مشروع بنبان. الطاقة. على سبيل المثال. تمام. المشاريع القومية الكبرى كلها منصبة في الصعيد. السوهاج ترمز يا استاذ احمد. صحيح. يعني من المحافظات الطاردة للسكان بسبب عدم وجود موارد، بسبب بزيادة سكانية وما شابه. هو رايح لسوهاج عشان يعلن عدد كبير جدا من مشروعات حياة كريمة بدأت من الصعيد. تمام. بدأ هي طبعا هي ثلاث مراحل زي ما حضرتك عارف. صحيح. لكن هي واخدة بعد كبير جدا من الصعيد. واخدة بعد كبير جدا. والعمل في حياة كريمة في الصعيد على قدم وساق. تمام. لذلك احنا بنتكلم هنا، احنا بنتكلم رؤيه الدوله، مشروعات شامله. صحيح. رؤيه شامله، مش مجرد استرضاء. كان في وقت من الاوقات الانظمه السابقه لما تحب ترضي الصعيدي يا استاذ احمد
نجد زيارة عابرة لرئيس الدولة مع احترامنا وتقديرنا طبعا. طبعا. مشروع على استحياء، كلمات طيبة وثناء عابر. لا، واكبر دليل على كلام حضرتك ان المرافق الاساسية كان فيها مشكلة، يعني احنا مش بنتكلم على مظاهر تنمية او مظاهر حياة كريمة، ده كان الاساسيات فيها مشكلة. ده اكبر مشروع، اكبر مشروع للسكر، اكبر مصنع للسكر في الشرق الاوسط موجود في المنيا يا استاذ احمد. طبعا طبعا. موجود في المنيا بتكلفة مليار واثنين من عشرة دولار. ومشاريع اخرى انا لا تحضرني الذاكرة، لان انت عارف انا مش محرك اقتصادي. كنت اقدر، كنت اقدر يعني اعد اليك واعد للساده المستمعين حجم المشروعات الضخمه والعملاقه. هي مشروعات ضخمه، الطرق، مشروعات الطرق في الصعيد التي تخلق اللي هي شرايين التنميه الحقيقيه. صحيح. انظر الى يعني اهالينا في الصعيد، الكل يتحدث عن الطفره الكبيره وعن عدد ساعات الوصول الى بلدانهم عما كانت في السابق. وتاكيدا لكلام حضرتك ان حوادث الطرق في محافظات الصعيد، لو حتى تذكر برضو حقب زمنيه سابقه، كانت بتبقى كتير جدا. المحاول الجديده قللت ده وسهلت وسرعت. برافو استاذ احمد، الاستشهاد ده مهم جدا. حوادث الطرق يا استاذ احمد ما كانش يعدي اسبوع. صحيح. نتيجه رداءة الطرق. رداءة الطرق الان لا يوجد، يعني طبعا يوجد حوادث باخطاء طبعا، ودي النسب موجوده، بس النسب قلت كتير بالمحافظات العالميه. واخطاء ليست علاقه لها علاقه بالبنيه التحتيه. صحيح. كانت الحوادث في الماضي كانت لها علاقه بالدرجه الاولى بالبنيه التحتيه. صحيح. ما فيش طرق جيده، ما فيش طرق مزدوجه، ما فيش حارات، ما فيش اناره، ما فيش حاجات كتير. صحيح. ما فيش خدمات على الطرق. الان الحوادث ان وجدت بتوجد اخطاء لها علاقه بال السائقين وما شابه. صحيح. ان احنا الان نتحدث عن تنميه شامله. لا، ما بفيش سنه بتعدي ولا يمكن ست شهور الا ونجد زياره ضخمه للرئيس عبد الفتاح. الرئيس عبد الفتاح عندما يذهب الى احدى الى اي محافظه في الصعيد لا يذهب فرادى، بيذهب والحكومه كلها تقريبا معه. طبعا. تقريبا. طبعا. الحكومه كلها، يعني الاجهزه التنفيذيه بالكامل تكون وتكون بعد بتكون يا استاذ احمد بعد في نهايه اطلاق مشروعات وشغل، مش رايح يدشن. طبعا. لا، الرئيس لا يدشن. لا لا، ما دي عن رئيس فتح سيدي دي طبيعي جدا، يعني انت ما بتروحش على حجر الانشاء او طوفه الاساس او حاجه تفتكر، لا احنا بنروح على الموضوع خلص. يعني نعرف الحاجه بعد ما تخلص. ولذلك انت هتلاحظ رضا طبعا نسبه رضا عاليه عن الدوله في الصعيد في هذه الحقبه. وواضح برضو احمد بيه ان لو تبص معايا كده، ده في واضح ان في تنميه للمواطن الصعيدي. اما بص مثلا على المشروعات بكره او المشروعات السابقه، جامعه مثلا هتفتتح بكره، فانا كمان بنمي دلوقتي المواطن الصعيدي سواء في الصحه او في التعليم، فهنا مش تنميه بس للمرافق او للبنيه التحتيه. ده كلام صحيح 100% يا استاذ احمد. انت هنا بتشاور على حاجه مهمه جدا جدا، انه هو وبالمناسبة كمان انت عندك في محافظة الصعيد، يعني انا ما عنديش الرقم برضه للامانة، رغم ان انا من اسوان بالمناسبة، طبعا تحت الناس ما عنديش رقم لمحافظة الصعيد تقريبا، لكن انت كل محافظة بها عدد من المشروعات القومية الضخمة والكبيرة، كل محافظة وليها رمزية. يعني تروح اسوان هتلاقي مشروع الطاقة مثلا، انا بقول طبعا رمزية. صحيح. هتروح المنيا في سكر البنجر، هتروح مش عارف صواجه، هتلاقي الهجرات يا استاذ احمد قلت. صحيح. الهجرات نتيجه انه ابتدت تخلق هناك فرص عمل وافاق امل جديده، انه لا انه كانت الهجره كان سببها ايه من الصعيد، على سبيل المثال يعني بما ان احنا بنتحدث عن الصعيد، يعني طبعا احنا بنتحدث عن الهجره بشكل كامل للقاهره من المدن. صحيح. نتحدث عن الصعيد، كانت الهجرات بسبب انه ما فيش فرص عمل، ما فيش افاق تنميه، ما فيش مشروعات. كمان الهجرات التعليم تبقى الاساس، يعني اهالينا الصعايده بيخرج من مثلا، دي هجره ثانيه، يخرج من الصعيد عشان يتعلم في القاهره، عشان الجامعات في القاهره. صحيح. او في اسكندريه. صحيح. يخرج ما بيرجعش. صحيح. بيخلص الكليه ثم ايه يعيش في القاهره، بيدور برضه على فرصه العمل اللي مش موجوده هناك، فبيضطر يكمل. بالظبط. الان انت عندك جامعات قلت الهجرة، عندك افاق عمل قلت الهجرة، عندك افاق تنمية قلت الهجرة، قلت الهجرة. انا فاكر مرة يا استاذ احمد، ثلاث مرات كان الرئيس بيفتتح مشروع للاراضي الزراعية. تمام. في قرية اسمها قرية الحمام تقريبا، لا مش قرية، اسف، في انا في قرية المراجدة، قرية المراجدة. تمام. وخرج احد الرجال العظام اسمه الحاج حمام. صحيح صحيح. فاكر يا استاذ احمد؟ طبعا فاكر طبعا. طبعا. وهذا الرجل خرج بدون ترتيب ولا لم يكن هناك اي ترتيب، وشرح للرئيس
وشرح للرئيس بعض الامور، الرئيس اتخذ قرار في اللحظه. صحيح، ده رد الفعل كان في ساعتها، رد الفعل بتخصيص عدد من الاراضي لاهالي قريه المراشده وما شابه. هذه القريه وهذه البلده الان تنعم في خير كبير جدا، بسبب ان التنميه ذهبت. حتى مفيش حد بيعمل ده يا صلاح، مفيش حد عمل ده طبعا. مفيش رئيس دوله ذهب الى القرى وزار الناس وتحدث مع الناس وشاف. البعض يتصور ان نوعا ما من الترتيب الرئاسي اللي بيحصل دايما في كل مع كل رؤساء الدول. لا يحدث هذا الترتيب، لا يحدث. الامور تجري على عينتها، تجري بتلقائيه. صحيح. هو نفسه ومعلوماتنا كلها بتقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحب يتعامل مع المواطنين مباشره، وده بنشوفه حتى كل يوم جمعه يعني في اجازه السيد الرئيس، بنشوفه في الشارع المصري موجود في كل مكان. انا احيلك الى المنصوره. تمام. المنصوره عندما ذهب وجلس مع بعض المزارعين. صحيح، فاكر حركة في زيارة المنصورة الأخيرة، راح المنصورة اتكلم مع المزارعين على الأسمدة واشتكوا ليه بالمناسبة على فكرة. ودي من اللقاءات القليلة المباشرة بين الدولة والمواطن. صحيح، لقاءات الدولة الأنظمة السابق والمواطن كانت بتتم بحساب وبعناية شديدة ومرتبة. أما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا توجد لقاءات مرتبة، بل لقاءات مباشرة واضحه صريحه جليه. حتى احنا بنرى انفعالات طبيعيه جدا من الناس. صحيح، انفعالات مش مرتبه وردود فعل تلقائيه جدا من سياده الرئيس. جدا. صحيح. جدا. هو الاخوه المزارعين في الفلاحين المزارعين في المنصوره لما تحدثوا اتكلموا عنه عن زياده الاسعار صحيح، وقالوا له احنا وتوافر السماد، هم اتكلموا في كل النقط اللي هم بيشتكوا منها. فاكر الراجل اللي اتكلموا معاه في زياده السماد وهو رد عليه وقال لهم خلي بالكم احنا كنا بنجيب بكذا وبنعمل كذا واحنا بنعمل كذا. يعني انا اقصد اللقاءات وانا اتصور واظن انه ممكن مشاهد هذه المشاهد تتكرر في سوهاج. هتتكرر اعتقد ان كان هي في جامعه بكره. صحيح، بس المنهج بيقول كده. الخطى يدل على المسير يا استاذ احمد. صحيح، انت بتتكلم عن رئيس هو بيتحدث عن الصعيد وعن الشخصيه الصعيديه، وهو قال بالنص هو خبرها خبر الشخصيه الصعيديه في الجيش وقال انها شخصيه مقاتله. صحيح، شخصيه عندها عزه وكرامه، دي احدى ميزات الاخوان الصعيده اللي هي العزه والكرامه بتبقى حاضره في شخصيته. هو تحدث عن ده. اذا اللي عاوز اقوله يا استاذ احمد عشان ما اطولش على حضرتك، انه 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 تقدير الدوله في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي للصعيد تقدير مختلف على الانظمه السابقه، مختلف على الارض. بالظبط، تقدير فعلي وعملي على الارض فعلا. بافاق التنميه وبوجود رؤيه شامله. هذه الرؤيه الشامله وجدت منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطه. صحيح. من خلال مشروعات قوميه عملاقه، المشروعات القوميه تتسع وتفيض على 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 كل محافظات الصعيد وليس على محافظه دون غيرها. برضه كما كان في السابق، احنا صحيح. كنا في السابق في الانظمه السابقه. المهم انا يعني بحاول تبين الفروق. صحيح، عشان يبان الفروق والمشاهدات. انت كان احنا كنا بنتعامل مع الصعيد مع المحافظات القريبه والقاهره. طبعا المحافظات القريبه والقاهره فيوم بني سويف اخرنا. مع تقديرنا وهذه المحافظات ايضا يعني، لكن احنا دلوقتي بنروح بنشوف عمق الاعماق. طبعا بنشوفه بيروح اسوان، بيروح احدى القرى الحدوديه، يروح يسافر احدى القرى الحدوديه ويلتقي بعينها ويقعد معاهم ويتكلم معاهم ويسمع مشاكلهم عن قرب عن مباشره. صحيح، يعني انا شايف انه التعامل الدوله القضيه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الصعيد هو فعلا تعامل حقيقي ومختلف. وانا وده ممكن الجهاز القومي للتنميه والاحصاء يرصد بالارقام بجد بعدد المشروعات بكل مظاهر التنميه اللي تمت فعلا في المحافظات. الهجرات اللي فعلا بتقليل الهجره للمحافظات المختلفه سواء القاهره او اسكندريه. بالظبط يا استاذ احمد، يعني وانا شايف ان حضرتك لازم تنورنا بقى في حال بلدنا في راديو 90 سنين ونقعد نتكلم بمزيد من الاستفاضه. ده شرف، بالعكس شرف ليا. كل الشكر ليك، كل الشكر لصديقنا العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ احمد الخطيب رئيس تحرير الوطن على الشرح لكل الافتتاحات اللي ان شاء الله هتتم بكره لمظهر جديد من مظاهر التنميه اللي بتتم في الصعيد 91.